السلام عليكم، مرحبا بكم بهذا الفيديو من سلسلة سيسكو ادفانس تكنولوجي. هنا راح نجي نشغل هاي الراوتر مالتنا. طبعا احنا هنا بس حاطين ايبيات على الانترفيس، كل شيء مسويين كونفيجريشن. هسه مثل ما راح ارويكم، تشوفون اي بيات على الانترفيس، ونقدر نشيك انه شو اي بي راوت. راح تشوفوها بس دايركت كونكت، كل شيء ما مسوين. احنا في حالة جينا نرجع للتوبولوجي مالتنا، اول فكرة بسيطة اريد نوصلها من هاي السلسلة مالتنا، انه هسه احنا من هذا الراوتر الاول نريد نوصل لللوب باك اللي هو 333 بالراوتر الثالث عن طريق لينكين بستاتيك، بس على مود نوصل فكرة معينة. نجي بالراوتر الاول كونفيجر تيرمينال اي بي راوت، راح نجي نقول له اذا تريد توصل ل 333 فول ماسك. شوف فول ماسك اطلع لها من 10 10 1 3 3، بس خلينا نتأكد من الاي بي 10 10 1 3 3. اوكي، يعني راح يطلع لها من اللينك الفوق، هذا اللينك الفوق. زين، اذا الروت الثاني الستاتيك روت الثاني راح يطلع لها من اللينك الجوة، لكن تشوفوا الفرق. راح نجي نقول له نفس الراوت اي بي راوت اذا تريد توصل من 3 3، لكن الشبكة 0 والسبنت ماسك على 24، يعني 3255 واخر خانة 0، اطلع من 10.10.11.3.3، بس تتأكد من الشبكة بالضبط، يعني على هذا اللينك الجوة. راح نشوف البيهيفير مال راوتر بهاي الراوترات. تقدر تضغط شو اي بي راوت، راح نشوف ان هي نازلات بالراوتنج تيبل. ليش؟ لانه المتريك مالتهم مساوي، اللي هو بالاضافه للادمنستريتف ديستانس مثل ما تلاحظون 1 بـ1، اللي هو هذا يحدد لك انه منو الاولويه. تعرفون كل ما اقل كل ما يكون افضل. زين، نجي هسه نسوي ثينك، نشيك اكو كونكتيفيتي. اوكي موجود. زين، هسه نجي نسوي ترايس على الثلاثه، نشوف على يالينك طلع على اثنينهم صار لود بالانس او صار عندنا على لينك واحد وياهو منهم اللي طلع. اكيد يعني الناس اللي مستواهم متوسط او حتى مبتدئ قد يكون يعرف انه هو المفروض يطلع على اللينك اللي هو 10 10 1 3 فقط، اللي هو اللينك هذا اللينك الاول اللي روتنا. ليش؟ لانه هاي الشيء او المعلومة اللي نوصلها من هذا الفيديو، انه في حالة وجود شبكتين لهما نفس الادمن ديستانس اللي هو هاي القيمة، ولهم نفس قيمة المتريك. يعني انت في حال عندك شبكتين بالاي جي ار بي اثنيناتهم نفس المتريك، والاي جي ار بي مثلا الادمن ديستانس مالته 90، او مثلا او اس بي اف 110 ونفس الكوست مالتهم اللي هو مثلا خلينا نقول على فرض 1000 بـ1000 متساوت، واثنيناتهم راح يودون الى نفس الشبكة. راح يقول لك احنا بهاي الحالة ما راح نطلع على الشبكتين، راح نطلع على longest match. longest match بالنسبة للprefix هنا 32، لانه 32 محدد هو IP 1 على 32، هنا على 24 معناها ممكن الIP اللي راح تبنق عليه راح يدور بين 255. وين يدور بين 255؟ وين ما انت انطيت اياه specific، يعني انطيت اياه صورة محددة. يعني اذا هسه غيرنا الستاتيك راوت الثاني مالتنا، نجي نغيره نقول له show run section route، بس على مود ناخذ copy paste، ناخذ
الراوت ابو ال 16 24، نقول له نو no. نرجع مرة اللوخ نسوي له بيست ونخليه على فو ماسك، لكن مجرد انه غيرنا المفروض بهاي الحالة دو شو اي بي راوت راح نشوف انه نزله بنفس الانتري. المفروض هسه يلا يسوي لود بالانس بيناتهم، انه بعد ان تساوى المتريك وتساوى الادمن ديستنس وتساوى البرفكس، بهاي الحالة لازم الراوتر يقوم يسوي لك لود بالانس بين الشبكتين. ومثل ما نشوف هنا انه هو مجرد سوالك مرة الباكت تطلع على اللينك الثاني، مرة تطلع على اللينك الاول، يعني لود بالانس بيناتهم. وهاي فكرة اللونجست ماتش في حالة تساوي الادمن ديستنس وفي حالة تساوي الكوست او المتريك للراوتينج تيبل. راح نشوف راح يعتمد على اللونجست ماتش يختار سبيسيفيك، اذا كانوا البروفيكس مالتهم متساوي بهاي الحالة راح يسوي لك لود بالانس بينهم.